بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الإجابة على الأسئلة، ويكون إن شاء الله هدفنا من ذلك الاستفادة، وليس المقصود هو مجرد السؤال والجواب وشغل الوقت والكلام، إنما المقصود هو الاستفادة. ويجب أن تكون الأسئلة في حدود الحاجة، ما تكون الأسئلة فيها أشياء افتراضية أو أشياء لا حاجة إليها، تكون في حدود الحاجة والواقع. يعني إنسان وقع له شيء يسأل عنه، هذا هو المطلوب. حتى تكون الإجابات إن شاء الله مفيدة، وحتى أيضا يمكن الإتيان على الأسئلة ولا يبقى منها شيء، لأنها إذا كثرت ربما يترك كثير منها يضيق الوقت، وقد يكون المتروك هو الذي فيه الحاجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نستأنف عرض الأسئلة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في هذه الليلة، ليلة السادس من شعبان في عام 1422. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: ما هي أسباب انشراح الصدر، وأين توجد السعادة في الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وموسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. والله جل وعلا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، من باب الامتنان عليه لذلك، إن الله شرح له صدره. وشرح الصدر هو سعة الصدر وتقبله للحق، رغبته فيه، خلاف الذي يضيق صدره فإنه قد لا يتقبل الحق. قال جل وعلا: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. وأسباب شراح الصدر هو الإقبال على الخير والرغبة فيه والحرص على الاستفادة. تدبر القرآن أعظم شيء، تدبر القرآن، إن الذي يتدبر القرآن ينشرح صدره ويرغب في الخير. فأعظم شيء من أسباب انشراح الصدر هو تدبر هذا القرآن العظيم. وكذلك من أسباب انشراح الصدر الدعاء، يدعو الإنسان ربه كما دعا موسى عليه السلام، فقال: رب اشرح لي صدري، فيدعو الإنسان ربه في
في أن يشرح له صدره لقبول الحق والرغبة فيه والعمل به. ومن أسباب انشراح الصدر العمل الصالح، العمل الصالح، فإن العمل الصالح ينشرح به الصدر، خلاف المعاصي السيئات فإنها تضيق الصدر. ومن أسباب انشراح الصدر الإكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر محافظة على الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصلوات الخمس تشرح الصدر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر وحصلت مضايقة يفزع إلى الصلاة ويستريح بها من هموم الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بقول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ما سبب نزول هذه الآية وما معناها؟ سبب نزولها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تأتينا، طلب منه الإكثار من الإتيان إليه، فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة ما تتنزل إلا إذا أمرها الله سبحانه وتعالى، لأنهم عباد لله مطيعون لله لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. له ما بين أيدينا الحاضر، وما خلفنا هو الماضي، وما بين ذلك، ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، أو ما بين أيدينا هو المستقبل وما خلفنا هو الماضي وما بين ذلك هو الحاضر، كل هذا لله عز وجل. وما كان ربك نسيا، نزه نفسه عن النسيان الذي هو الذهول والغفلة. الله جل وعلا لا ينسى، في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، خلاف المخلوق فإنه ينسى، الله جل وعلا لا ينسى. وأما قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فهذا ما هو نسيان الذهول والغفلة، وإنما هو تركهم في العذاب. نسيهم يعني تركهم في العذاب، لما تركوا ذكره وطاعته تركهم في العذاب. فالنسيان هنا معناه الترك، لأن الله جل وعلا لا ينسى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والكتاب هو في كتاب لا يضل ربي ولا، الكتاب هو اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بعمل العادة السرية وكيف يتركها؟ يتركها، يستطيع أن يتركها، يبتعد عنها ويتذكر أن هذا حرام وأنه لا يجوز. إذا كان له زوجة فإنه يكون مع زوجته فيما أحل الله، وإن لم يكن له زوجة ويقدر على التزوج يتزوج،
يتزوج، إذا كان لم يتزوج ويقدر على الزواج إنه يتزوج، وإذا لم يقدر على الزواج فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أريد أن أقترض من بنك التسليف لأجل الزواج، ولكن لا تنطبق علي الشروط، فهل يجوز لي أن أقترض باسم شخص آخر متزوج تنطبق عليه الشروط ثم أقوم أنا بالتسديد؟ هذا لا يجوز، الكذب والاحتيال لا يجوز، ولا تلجأ إليه، واصبر حتى ييسر الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وعليك بالدعاء، عليك بالدعاء وبذل الأسباب، والله جل وعلا قريب مجيب. أما الاحتيال والكذب هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إمام مسجد، وأحيانا أشك في أثناء الصلاة، فلا أدري هل أنا في الركعة الثالثة أو الرابعة، ولا يترجح عندي شيء، فأقول في نفسي: أجلس على فرض أنها رابعة، وإن لم تكن فإن المأمومين ينبهونني على ذلك، وهذا يحصل لي في بعض الفترات ثم لا أسجد للسهو. والسؤال: ماذا يجب علي في سجود السهو والحالة هذه؟ وهل علي إثم إذا تركته؟ إذا شككت في الصلاة، إذا شككت في الصلاة فإنك تبني على اليقين، إذا شككتها صليت ثلاثة وأربع فإنك تجعلها ثلاثا وتأتي بالرابعة وتسجد للسهو، تبني على اليقين، هذا هو الواجب عليك. وإذا شككت وزال الشك، إذا زال الشك وعرفت أنك قد أكملت الصلاة، فإنك تسجد للسهو عن التردد الذي حصل عندك في أثناء الصلاة، تسجد من أجل هذا التردد، لأنه مضى شيء من الصلاة وأنت متردد، تسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول: هناك ما يسمى بالباقة الذهبية في شركة الاتصالات للهاتف الجوال، وطريقتها أن تدفع 400 ريال خلال شهرين، ويتسنى لك بذلك الاتصال لمدة 500 دقيقة، وما زاد على ذلك احتسب عليك بقيمة مخفضة، وإن قل عن المدة المحددة فإنه يبقى عليك المبلغ كاملا. والسؤال: ما حكم ذلك، خاصة إذا كان الشخص يعرف مدة اتصاله غالبا لا تزيد على تلك المدة؟ هذه مراهنة ولا تجوز، هذه مراهنة ومغالبة ولا تجوز، لكن إن كان هناك بطاقة تشتريها وتستعملها إلى أن تنفد هذا لا بأس به، تشتريها وتستعملها إلى أن تنفد، سواء استعملتها في وقت متقارب أو في وقت متباعد، تكون صالحة للاستعمال متى ما أردتها حتى تنفد. وهذا أظنه كان الذي كان موجودا في الأول، ثم دخله شيء من هذا التلاعب وهذه المغالبات والمراهنات، هذا أمر لا يجوز، أكل للمال بالباطل، تكلم أو ما تكلم، أو إن مضت مدة كذا يكون عليك كذا، هذا ما هو، هذا مراهنة لا تصلح. أما النوع الأول اللي يشتري البطاقة ويستعملها ما دامت صالحة للاستعمال إلى أن تنتهي، هذا بيع وشراء واضح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد في موقع عملي مصلى يجتمع فيه الموظفون، وأود أن أتبرع لهم لأصلي بهم الظهر، ويوجد خارج المبنى مسجد يبعد عن مكان العمل ما بين 200 إلى 300 متر، وبيننا وبينه شارع رئيسي، والسؤال: أيهما أفضل، الصلاة بالموظفين في مكان العمل أو أذهب وأصلي بالمسجد؟
إذا كان أنك تستطيع تصلي في المسجد فالمسجد أفضل ما في شك، ولكن إذا كان كما ذكرت بينكم وبين المسجد شارع رئيسي في سيارات هذا خطر، هذا خطر تجاوزه والسيارات تمشي، هذا خطر عظيم، فصل في مكان العمل تلافيا للخطر. كم شخص ذهب بهذه الطريقة يقطع الشارع ثم يجي سيارة ويحصل ما يحصل، يصير هو غافل ولا السائق غافل أو هناك أو مسرع أو. فإذا كان شارع رئيسي بينك وبين المسجد فصل مع الجماعة اللي في العمل، صل مع الجماعة اللي في العمل ولا تخاطر بنفسك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا الشاب يجاهد نفسه في الإقلاع عن معصية ونذر إن وقع فيها أن يصوم 4 أيام ثم وقع فيها مرتين، ماذا يصنع؟ أيصوم 8 أيام أم يكفر عن نذره كفارة يمين؟ هذا ما هو نذر، هذا حلف، هذا يمين، يكفر كفارة يمين لأنه ما قصده النذر، قصده أنه يمنع نفسه من هذا الشيء ولكنه وقع فيه، هذا يجري مجرى اليمين، كفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد نذرت بأن أذبح ذبيحة إذا تحقق لي أمر وقد وفيت بنذري ولكني أكلت من هذه الذبيحة، والسؤال هل يجزئ هذا النذر أم أذبح غيرها؟ إذا نذرت أن تذبح ذبيحة تصدق بها على الفقراء والمحتاجين هذا نذر طاعة، هذا نذر طاعة يلزمك الوفاء به ولا تأكل منها إلا إذا استثنيت، إذا قلت وآكل منها، ما إذا لم تستثني فيجب صرفها للمحتاجين والفقراء، لأن هذا نذر طاعة، فلا تأكل منه شيئا لأن ما تأكله ينقص من النذر، فلا تأكل منها إذا كان هذا هو القصد أنك تصدق بها على المحتاجين. أما إذا كان قصدك أنك تذبحها لربعك وإخوانك فهذا تخير بين فعله وبين كفارة يمين، لأن هذا من نذر المباح، الإنسان إذا نذر شيئا مباحا خير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هناك حكمة شرعية في الأمر بقتل الفواسق؟ وهل جميع أنواع الغراب من الفواسق فيقتل؟ وهل ورد نص بعدم قتل العنكبوت وعدم إيذائه؟ فهذا منتشر بين العبر، فهذا منتشر عند عوام الناس. قتل 5 الفواسق أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم، والفواسق مأخوذ من الفسق وهو الخروج، لأنها خرجت عن عادة المخلوقات في الأذى أنها تؤذي، والحكمة في قتلها دفع أذاها، الحكمة في قتلها دفع أذاها عن الشخص وعن الناس، هي الحكمة. وأما العنكبوت فلم أسمع فيها شيئا، ما أعرف فيها شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: أنا أريد أن أضع مبلغا لي في أحد البنوك وفتح حساب جديد، فقالوا كل سنة يؤخذ منك 100 ريال، فما حكمها؟ وهل من بديل عن مثل هذا البنك؟ هذا السؤال يقول: أنا أريد أن أضع مبلغا لي في أحد البنوك وفتح حساب جديد، فقالوا كل سنة يؤخذ منك 100 ريال، فما حكمها؟ وهل من بديل عن مثل هذا البنك؟ هذا شيء غير معروف فيما أعلم عن البنوك، المعروف أنك تودع وديعة للحفظ فقط، تسحبها وتسحب منها متى ما أردت، وهذا يجوز للضرورة إذا كان عندك فلوس تخاف عليها
ولا تجد مكانا تأمن عليها فيه إلا البنك، يجوز أن تودعها للحفظ، للحفظ لأجل الضرورة. أما الإيداع من أجل الاستثمار هذا أمر لا يجوز، أمر لا يجوز، لأنه ربا. الاستثمار تودع عنده مبلغ وكل شهر يعطونك أو كل سنة يعطونك مبلغ مقطوع محدد، هذا ربا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: عندما صليت العصر وجدت في طرف إصبعي علك لبان قدر رأس المسمار، فنزعتها وقد التصقت في الجلد بقوة، فلا أدري أهل بلغ الماء هذا الموضع أم لا، هل صلاتي صحيحة؟ إذا كنت تعلم أن هذا العلك التصق برجلك قبل الوضوء فلا بد من إزالة العلف وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، لأن ما تحت هذا العلف لم يصله الماء لأنه حائل. أما إذا كنت ما تدري هل التصق بك بعد الوضوء أو قبل الوضوء فإن صلاتك صحيحة لكن تزيله للمستقبل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم مصافحة المرأة العجوز وما حكم النظر إليها؟ لا تجوز مصافحة المرأة مطلقا التي ليست من محارمك، لا يجوز لك مصافحتها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وكان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعهن بالمصافحة كما يبايع الرجال. لا تجوز مصافحة المرأة بوجه من الوجوه كبيرة كانت أو صغيرة، ولا يجوز النظر إليها لأنها غير محرم، ليست من محارمك وليست مما أباح الله لك، يا أجنبية فلا تنظر إليها، يعني إلى وجهها ويلزمها الحجاب، يلزمها أن تحتجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة ولا أزور جيراني، فهل علي إثم في ذلك؟ زيارة الجيران ليست واجبة، إنما هذا في حق الأقارب والأرحام، أما الجيران زيارتهم غير واجب، لكن واجب الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم، الإحسان إليهم وكف الأذى عنهم ولو لم يزاروا. الزيارة في الجيران مباحة إذا لم يترتب عليها محذور فهي مباحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما موقف الراسخين من أهل العلم في أوقات الفتن، وما واجب الناس تجاه أهل العلم في هذه الظروف المعاصرة؟ موقف أهل العلم عند الفتن الثبات، الثبات، وأن لا يتسرعوا في الأحكام، وأن لا يتكلموا إلا بقدر الحاجة، هذا هو موقفهم، الثبات، عدم التسرع، وأن لا يتكلموا فيها إلا بقدر الحاجة مع تحري الصواب وتحري الحق، ولا يكون الإنسان انهذار دائما يتكلم ويحذر بدون حاجة، أو يتكلمه لا يعلم ولا يعرف، يتكلم بما لا يعلم، إنسان يمسك لسانه، يمسك لسانه دائما إلا فيما يحتاج إليه، ولا سيما في أيام الفتن أنها يترتب على ذلك محاذير، فكون الإنسان يسكت أسلم له، أسلم له ولغيره، هذا هو الواجب. وليس من حق كل أحد أنه يتدخل في الأمور العامة، هذه أمور عامة، ليس من حق كل أحد أنه يتدخل فيها، وإنما هذا من اختصاص أولي الأمر من أهل العلم والأمراء الذين يعنيهم الأمر،
أهل العلم يبينون الحكم الشرعي والأمراء يتخذون السياسة الشرعية التي يواجهون بها هذه المشاكل. أما عامة الناس فلا ينبغي لهم الدخول فيما لا يحسنون. وأيضا إذا دخلوا ما هي النتيجة؟ خلاف أهل العلم، أهل العلم إذا تدخلوا صار هناك نتيجة، صار هناك حلول المشاكل. وكذلك ولاة الأمور إذا تدخلوا صار هناك فائدة للناس، حلول. أما عامة الناس اللي ما بيديهم حل ولا عقد ما في تدخلهم فائدة، وإنما تحصل الإثارة ويحصل بين الناس المجادلة، أو ربما يحصل بينهم شيء من القطيعة أو الغضب بعضهم على بعض، ولا هناك نتيجة في حل المشكلات هذه. الإنسان ينظر إلى مشكلاته هو ويعتني بمشكلاته هو، وأما مشاكل الناس فهذه لأولي الأمر وللعلماء الذين هم معنيون بهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن قول الله عز وجل: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فما معنى هذه الآية؟ وهل يصح أن يستدل بها على هذا الوضع، على الوضع اليوم؟ أنا أقول لكم لا تدخلون بالأمور هذه، مش اللي مكلفكم تدخلون بهالأمور هذه وتجيبون الآيات وتجيبون الأشياء هذه تحضرونها، مش ما هم من شؤونكم هذا. اشتغلوا بطلب العلم اللي يفيدكم. أما معنى الآية فهي في البادية، الذين يدخلون في الإسلام وهم في باديتهم ولا يهاجرون إلى المدن، إلى مدن إلى حاضرة الإسلام ليتفقهوا وليتعلموا وليجاهدوا مع المسلمين، يبقون في باديتهم. هؤلاء يصح إسلامهم، ولكن ليس لكم من ولايتهم أي نصرتهم، نصرتهم ولاية المراد بها النصر، ما هو المراد بها المحبة. المحبة لا بد من المسلمين يتحابون سواء كانوا من الحاضرة أو من البادية، لكن المراد بالولاية هنا النصر. ليس لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر، وأيضا ليس لهم من الغنيمة، ليس لهم من المغانم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقسم لهم من الغنيمة كما يقسم لأهل الحاضرة الذين هم تحت الطلب للجهاد. وإن استنصروكم في الدين، يعني أحد اعتدى عليهم، أحد اعتدى عليهم، فعليكم النصر لأنهم إخوانكم من المسلمين. إلا إذا كان الإشكال اللي حصل بينهم وبين عدوهم هذا العدو له ميثاق عند المسلمين، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد، فنحن لا نناصر هؤلاء على المعاهدين لأن كلهم في ذمتنا، هذولا أخواننا وهذولا معاهدين، والمعاهدون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. واللي بيننا وبينهم ميثاق لا يجوز لنا أن نقاتلهم، الذين بيننا وبينهم ميثاق من الكفار لا يجوز لنا أن نقاتلهم حتى يخونوا العهد أو ينتهي العهد الذي بيننا وبينهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل إذا دخلت الخلاء بدون حذاء هل ينتقض وضوئي، مع العلم أنه يوجد لدي حذاء وأدخل الخلاء لأني محتاج إلى المغسلة، فما الحكم في هذا الأمر؟
يا أخي الوضوء ما ينتقض إلا بالنواقض المعروفة، النواقض الثمانية المعروفة. وأما دخولك في الحمام بلا حذاء أو أصابك نجاسة في ثوبك أو في بدنك، هذا لا ينقض وضوءك، إنما يجب عليك إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. وإنما لبس النعال لدخول الخلاء هذا مأمور به، لأنه فيه توقي للنجاسة وفيه صيانة للرجل، لكن أنه ينتقض وضوءك لا، ما ينتقض وضوءك إلا بالنواقض الثمانية المعروفة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أنه يقول سبحانك وبلى؟ ألا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال، لأنه لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين كما يتناقله العوام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل تصح الصلاة خلف إمام يقنط طوال أيام السنة في صلاة الفجر ويكون قنوته سرا وليس جهرا ويكون بعد قراءة السورة الثانية في الركعة الثانية؟ هذا يراه بعض العلماء، القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة يراه بعض العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله، عليه الشافعية، تصح الصلاة خلف الذي إذا كان شافعيا ويقنت تصح صلاة خلفه. سواء جهر بالقنوت أو لم يجهر تصح الصلاة خلفه، لأن هذا لا يبطل الصلاة، ولأن له شبهة يعني من الدليل، لا تبطل الصلاة لها، ولا مانع أن تصلي خلفه، صلاتك صحيحة. وأما القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع هذا محل خلاف، ولكن الراجح أنه بعد الركوع، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقنت في النوازل، يقنت في النوازل، وكذلك في الوتر بصفة دائمة، الوتر يقنت فيه، ما هو خاص بالنوازل، يقنت في الوتر، إنما هذا الكلام في الفريضة صلاة الفجر. هذا عند طائفة من العلماء أنه مشروع دائما، ولكن الجمهور وهو الصحيح والراجح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، على السائل يقول: هناك من تلبس الملابس القصيرة والضيقة وعارية اليدين والصدر بحجة أن هذا هو بين النساء، وأن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة، ما جوابكم على ذلك؟ هذا لا يجوز، وهذه تكون قدوة سيئة للنساء، إذا لبست الضيق والقصير صارت قدوة سيئة للنساء. وأما أن عورة المرأة ما بين السرة إلى الركبة عند النساء، هذا قول غير صحيح، وإن قال به بعض الفقهاء لا دليل عليه. عورة المرأة عند النساء مثل عورتها عند الرجال المحارم، مثل عورتها عند الرجال المحارم، تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والرأس والقدمين، الأطراف يعني التي تحتاج إلى إخراجها للمهنة والشغل، فعورتها عند النساء مثل عورتها عند الرجال المحارم، لأن الله ذكرها مع الرجال المحارم في آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله أو نسائهن. فكما لا يجوز لها أن تلبس الضيق والقصير عند الرجال المحارم، لا يجوز لها ذلك عند النساء، هذا مقتضى الآية الكريمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا لدي تسجيلات إسلامية، فهل يجوز أن أبيع أحدث فيديو تعرض عن الشيشان وفلسطين
هل يجوز أن أبيع أشرطة فيديو تعرض عن الشيشان وفلسطين وغيرها؟ وهل يجوز أن أبيع أقراص السي دي؟ كل ما فيه صور لا تبيعه، لا يجوز. ما فيه صور تظهر فيه الصور لا يجوز لك بيعه، لأن هذا بيع للصور، استعمال للصور، ولا يجوز لك هذا. يكفي الناس ما يعرض عندهم في شاشات التلفزيون، يكفيهم شرا، أن تزيد شرهم بعد ما يصلح هذا. لا تبيع الصور أبدا، اتق الله ولا تبيع الصور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذه العبارة فلان في ذمة الله؟ في ذمة الله هذا لا أصل له. قال في ذمة الله، المتوفى يقال توفي إلى رحمة الله، تقل إلى رحمة الله، من باب الدعاء له والتفاؤل له بالخير. ما يقال في ذمة الله هذا العهد، يعني في الذمة معناها العهد. وهل الله قال لك إن فلان إنه في عهدي وفي ما يصلح؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله بأنه لا يتحدث في الفتن إلا كبار العلماء، والواقع يا شيخنا الجليل بأنه تصدر أناس ليسوا من كبار العلماء في أجهزة الإعلام وتكلموا في الواقع وأثاروا الرأي العام، ولم نسمع من كبار العلماء رد على هؤلاء، فالرد على طائفة وهي الشباب المتحمس للجهاد، فلماذا لا يسكت الجميع؟ ودنا يسكت الجميع، عدل منهم هم أخطأوا وأنت تخطي مثلهم. هل أنت تقول لولا أخطأوا تكلموا في وسائل الإعلام وهم لم يوكل إليهم هذا الشيء وليسوا من أهل النظر في هذه الأمور، فهم أخطأوا. أنت لا تخطي، تحدث في المجالس وأنت لست من أهل الشام، وماذا يستفاد من الكلام هذا إلا إثارة الفتنة والجدال بين الناس؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: امرأة عزمت على الحج وليس عندها ما يكفي للنفقة، فهل تلزم ثم ببيع؟ الجهاد اللي تقولونه، وين الجهاد؟ الجهاد يعني قام له إمام من أئمة المسلمين وأمر به إمام المسلمين، ومن صلاحيات الإمام. هل شكل جيش بأمر الإمام جيش جيشا أو سرية؟ هذا الجهاد اللي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، على عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم من أمراء الإسلام في مختلف العصور، أن الجهاد من صلاحيات ولاة الأمور، هم اللي يأمرون بالجهاد وهم اللي يرتبون الجيوش والسرايا. هم الجهاد من كل واحد يروح من نفسه ويصير من اللي يقودك، من اللي يدبرك، من أن تحت رايته. ينبغي التعقل في مثل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. امرأة عزمت على الحج وليس عندها ما يكفي للنفقة. نعم. هل يقول امرأة عزمت على الحج وليس عندها ما يكفي للنفقة؟ نعم. فهل تلزم ببيع شيء من حليها حتى تحج؟ لا، اللي تحتاج إليه لا يلزمها أن تبيعه، لأن الحلي هذا من حاجات المرأة تحتاج إليه، فلا يلزمها أن تبيع منه تحج، إنما تحج إذا كان عندها مال فاضل عن حوائجها الأصلية، فاضل عن حوائجها الأصلية. والحلي هذا من حوائجها الأصلية، لأن الله جعل المرأة محتاجة للحلي لتتزين به. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني المرأة لا بد لها من حلي، فهو من حاجاتها الأصلية. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع السبيل وهو الزاد والراحلة فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه، وفاضلا عن حوائجه الأصلية، إنه يحج. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قصد محطات البنزين ومحلات خدمة غيار الزيت التي يوجد بها هدايا دون غيرها؟ مثال: عند تعبئة بنزين ب30 ريال تحصل على علبة منديل مجانا. اشتر علبة منديل واستريح من التعب، اشتر علبة منديل بنصف ريال أو بريال واستريح من التعب. تروح للمحطة يمكن مسافة كيلوات وتنفذ من البنزين أكثر من ثمن المنديل. هذه كلها خرافات ودعايات، وأيضا فيها ضرر على الناس، لأن اللي ما يحط هذه الدعايات ما يروحون لأمر الناس، يتضرر أهل المحطات الثانية، يحصل فيه ضرر على الناس. هذه أمور يجب تركها، ولو أنهم تركوا ولا راح لهم ولا شجعوهم الناس لتركوا هذا العمل، لكن لا رحت لهم تبي المنديل وراح الثاني وراح الثالث، شجعوهم على هذا العمل. نعم، الجوائز هذه ممنوعة لأنها تدخل في القمار، لأنها من المسابقات والجوائز التي لا تجوز، من أكل أموال الناس بالباطل. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن فيها إضرارا بالآخرين، أهل المحلات الأخرى تجلب الناس عنهم، ولا يضطرون يسوون مثلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، ونهى عن بيع الحاضر للبادي، لما في ذلك من الضرر على أهل الأسواق، لأجل يكون الجلب مشترك بين أهل السوق ولا يختص به واحد يشتريه ويأخذه من دونه، أو واحد يروح لمه يقول أنا ببيع لك، أنت ما تعرف السوق ببيع لك. هذا ما يجوز، لأن هذا فيه ضرارا بأهل السوق. هذا مثله، اللي يحط جوائز هذا مثل اللي تلقى الركبان، ومثل اللي يضر بأهل السوق، مع ما فيه من أكل المال بالباطل والمسابقات اللي هي من القمار والميسر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أتيت لصلاة العشاء وكان ذلك في شهر رمضان، قال ثم فاتتني صلاة الجماعة، لكني وجدت الإمام يصلي صلاة القيام وصلى 4 ركعات دون تشهد أوسط فأكملت معه. السؤال: ما حكم الصلاة هنا حيث أنها اختلفت عن صلاة العشاء بالجهر في الركعات 4 ودون تشهد أوسط؟ نعم، هذا الإمام مخطئ أنه يجمع، هذا من أضرار عمله ذا، أنه يجمع صلاة الليل مثنى مثنى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنسان يبي الأجر فالأجر باتباع السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا اللي يبي الأجر يتبع السنة، فهذا الإمام أخطأ وترتب على خطأه هذا الذي حصل، ويترتب على خطأه أيضا نقصان الأجر، إن كونه يسلم من كل ركعتين هذا أكمل أجر من اللي يسرد الصلوات، وترتب على فعله هذا الإثقال على المأمومين، إذا سرد بهم الركعات بعضهم مريض وبعضهم كبير السن وبعضهم لحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. كونه يسلم من كل ركعتين هذا رفق بالناس، من أجل اللي يبي ينصرف ينصرف، ولا يمسكه يصلي 11 ركعة بسلام واحد أو أكثر أو أقل، يمسك الناس ويشق عليهم ولا يحرمهم من الصلاة، يقول ما دام أنه بيسوي بنا سلع احنا مصلين معه، فيحرم الناس من الصلاة، فهذا تصرف سيء من هذا الإمام. أما أنت فالواجب عليك أنك يوم صليت ركعتين جلست تشهد التشهد الأول، تشهد التشهد الأول ثم لحقت بالإمام، ما تخلي التشهد الأول، فاجلس تشهد التشهد الأول ثم تلحق بالإمام
على نية إن هاتين الركعتين الأخيرتين لك. نعم. أو أنك تنوي الانفراد تشهد التشهد الأول ثم تقوم تأتي بركعتين منفردا عن الإمام، هذا أو هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا لم يتمكن المصلي من قراءة الفاتحة كاملة مع الإمام ماذا يفعل مع التفصيل في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية؟ لا يفعل شيئا، الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لم يستطع قراءة الفاتحة خلف الإمام فإن قراءة الإمام تكفي ولله الحمد. وهذا من فوائد صلاة الجماعة، فإذا لم يتمكن سقطت عنه الفاتحة، مثل اللي جاء عند الركوع فاتته قراءة الفاتحة، فلو ركع مع الإمام أجزأته الركعة، سقطت عنه قراءة الفاتحة، بدليل حديث أبي بكر جاءه النبي صلى الله عليه وسلم راكع فدخل معه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإتيان بركعة ويقول له ما قريت الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا أمكن خلف الإمام إذا أمكن فإنه يأتي بها خروجا من الخلاف، وإذا لم يمكن فإنها تسقط عنه وتكفي قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الصحيح في بيع وشراء بيوت مكة وأراضيها؟ تبي تطلع الناس من بيوته؟ بيوت مكة تباع وتشترى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتباع وتشترى، فالقول الصحيح أنه يجوز تملكها وبيعها وشراءها، ولو لم يجوز لصارت مكة خرابا، ما حد يجلس فيها، الناس يبون بيوت يبون محلات يبون، ولو منعتم التملك فيها صارت بر معطلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الركن والواجب والفرض؟ الركن والواجب في الصلاة، الركن لا يسقط عمدا ولا سهوا، وأما الواجب فيسقط سهوا ويجبره سجود السهو، إذا سهى وترك الواجب فإنه يسقط ويجبره سجود السهو. وأما الواجب والفرض فعند الجمهور لا فرق بينهما، الواجب والفرض بمعنى واحد، إلا عند الحنفية يرون أن الفرض آكد من الواجب، أن الفرض آكد من الواجب، أما الجمهور فلا يفرقون بين الفرض والواجب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ ما أظن هنا مسلمي يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، تفسرون الموالاة بغير معناها، ولا ما أظن هنا مسلم يوالي الكفار أبدا إن شاء الله، إن كان يواليهم فهو جاهل ولا ما هو مسلم، إما أنه جاهل أو أنه ما هو مسلم من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال حسبون أنتم موالاة وما هي موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء للكفار الهدايا، هذا جائز وله من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا ما هو من الموالاة، هذا من تبادل المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقة الليثي يدله على طريق الهجرة وهو كافر لأجل يستفيد من خبرته في الطريق، يجوز استئجار الله، ويجوز أن المسلم يأجر نفسه للكافر إذا احتاج، لأن هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبة والمودة. حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء، لكن يحسن إليه ويبر به
لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة، المكافأة للوالد ومن الإحسان الدنيوي. هناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار، هذا يجري وليس هو من الموالاة. هناك أشياء يظنها بعض الجهال إنها موالاة وهي ليست موالاة. هناك المدارعة، إذا كان على المسلمين خطر ودار الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذه مدارات. وفرق بين المدارات وبين المداهنة، المداهنة لا تجوز، لكن المدارات إذا كان على المسلمين أو على المسلم خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى معرفة. أما أن كل شيء مع الكفار يفسر بأنه موالاة، هذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. نعم. فالذي الحاصل أنه لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء وأهل العلم، لا يدخل فيها طلبة العلم وأنصاف المتعلمين ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة وهم ما يدرون ولا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر، خطر على القائل إنه قال على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل يقول: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ إذا كان لمصلحة المسلمين ما هي مانع، ندفع شرهم. حتى الزكاة، مر بكم في كتاب الزكاة إنه يعطى منها المؤلفة قلوبهم ممن يرجى كف شره، الكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة اللي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ما هو بزكاة لأجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ نعم. أحسن الله. وهذا أيضا من اللي يظنها بعض الجهال موالاة، وما هي موالاة، هذه مدارات، مدارات لخطرهم وشرهم عن المسلمين، هي موالاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يسأل: ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر قد يكون بالجحود، يكون بالجحود فلا يؤمن بالله أبدا، والشرك المشرك يؤمن بالله لكن يعبد معه غيره. المشرك أحسن حالا من الكافر، الكافر معناه أنه ما يؤمن بالله، وأما المشرك فهو يؤمن بالله لكن يشرك معه غيره في العبادة. ولهذا قالوا: كل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. قد يكون الكافر ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن برب، ملحد، وأما المشرك فهو يؤمن بالله بعض الإيمان لكن يشرك به في العبادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، والسائل يقول: إذا صلى المرء الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ارتفعت الشمس ثم أراد أن يصلي ركعتين، إذا كان يقول: إذا صلى المرء الصبح في جماعة، نعم، ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى ارتفعت الشمس ثم أراد أن يصلي ركعتي الشروق، هل الأفضل أن يصليهما في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أم يصليهما في المسجد؟ صليهما في المسجد في المكان الذي جلس به، يكون هذا خاص بهذه الصلاة، لأن هذه الصلاة لها سبب، صلاة لها سبب وهو جلوسه وانتظاره حتى ارتفعت الشمس، يصليها في المكان الذي هو جالس فيه من المسجد. نعم. وإذا راح البيت يصلي ما تيسر، يصلي ما لا يقتصر على هاتين الركعتين، يصلي في البيت. نعم. ويكثر من الصلاة في البيت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص اقترض من البنك الربوي على أن يدفع لهم 10% زيادة عند الوفاء، والآن هداه الله وثاب ولا يدري ماذا يفعل إذ أن موعد الوفاء قد اقترب، فهل يأخذ حكم المكره على ذلك
أم يلجأ إلى المحكمة؟ ما حد يرغب به عن المحكمة، يلجأ إلى المحكمة، يلجأ إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تتولى بيان الحكم له. والتوبة مقبولة، إذا تاب إلى الله توبة صحيحة الله يتوب على من تاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: تعطلت السيارة بشباب في الصحراء وفي شدة الحر في وقت الظهيرة استظلوا تحت شجرة تأوي إليها الإبل وتبرك فيها، فلما حضرت الصلاة أدوها تحت هذه الشجرة في مبارك الإبل، فهل هم معذورون أم يؤمروا بقضاء الصلاة؟ لا، ما يخالف هذا، ما هم معطن، ما هم من معاطن الإبل، معاطن الإبل التي تأوي إليها، ممارحها التي تأوي إليها، أما هذا فهو ما هم معاطن الإبل، هذا عارض. البعير جاء للظلال ولا جاء بيأكل من الشرة وحصل من روث، هذا ما يضر، روث البعير ما هو نجس، روثه طاهر، إنما نهي عن معاطن الإبل التي تأوي إليها تبيت فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: هل يعتبر تأويل الرؤى من الفتية لقول يوسف عليه الصلاة والسلام، لقول العزيز ليوسف عليه الصلاة والسلام: أفتوني في رؤياي كذا؟ الفتية ما هي خاصة ببيان الحكم الشرعي، الفتية قد تكون في أمور ما هي شرعية، أعم من الأمور الشرعية. الفتية معناها بيان الشيء الملتبس، مثل: فاستفتهم ما هم أشد خلقا، يعني اسألهم، هم معناه أنك تطلب، أنه يطلب من المشركين أنهم يفتونه، لكن هذا من باب السؤال، اسألهم: ما هم أشد خلقا أم من خلقنا؟ فالاستفتاء أو الفتية قد تكون في الأمور الشرعية، قد تكون في الأمور غير الشرعية التي فيها أمور يحتاج إلى سؤال فيها. فالرؤية ليست من الفتية، الرؤية ليست من، وإنما هو لبيان معنى أو لبيان تفسير، هذا يسمى تفسير الرؤية، وهو ليس فتوى، وإنما هو توقع. نعم. التفرس، توقع وتفرس من المعبد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما العمل مع الذين يكذبون؟ أنتم تسمعون الآن الاستفتاء في أمور السياسة، هو يسمونه استفتاء، ما هو استفتاء شرعي، هذا بيان الرأي بس، هل يصلح الشخص لا ولا ما يصلح، هذا ما هو حكم شرعي، هذا بيان رأي، ما رأيك في كذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما العمل مع الذين يكذبون على العلماء بحيث يدعون أنهم أفتوا بكذا ثم يتبين بعد ذلك غير ذلك؟ والله يا أخوان، يتركوا الأمور هذه وخلوا صدوركم سليمة، اتركوا الأمور هذه والجدالات هذه، واللي يقول يعني على نفسه، ما عليكم، إن كذب على العلماء أو اغتابهم أو فهذا على نفسه، لكن لو نصحته أنت قلت: يا أخي ترى ما يجوز لك هذا، من باب الغيبة، وأيضا أنت ما سمعت العالم الفلاني إنه قال كذا، أو ما قرأت له كتابه، وين كتابته اللي هو كتاب، وأنت حاضر يوم يفتي، تنصحه بهذه الطريقة، تقول له: ترى هذا ضرره يرجع عليك، يرجع عليك تكذب على العلماء أو تغتاب الناس، فتنصحه. أما إذا لم يقبل فأنت تتركه إثمه عليه. وأنصحكم بعدم الدخول في هذه الأمور وسلامة الصدور وعدم المجادلة فيها، لأن الجدال فيها والخوض فيها لا يصل إلى قائل أبدا. أنتم تتحلون هالمشاكل دي، يبي ترتب على كلامكم وعلى آرائكم، يبي ترتب عليها مصلحة، لا ترتب عليها شيء إلا شحن الصدور والوقيعة في الناس وغير ذلك، أو إصدار الأحكام الشرعية بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرجو منكم توجيها لطلاب العلم من أئمة المساجد، وكيف يستفيدون من هذا المكان في نشر العلم النافع، كما أرجو من فضيلتكم أن تبينوا الكتب التي يحسن قراءتها وتعليمها للعامة، التوحيد والتفسير والفقه والحديث ونحوها.
أئمة المساجد ما في شك منصبهم منصب عظيم، وأن لهم أجرا عند الله عز وجل إذا أحسنوا وقاموا بالإمامة، لهم الأجر العظيم إذا أحسنوا. قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالإمام الذي يقوم بالإمامة ولا يشق على المأمومين ويقوم بالإمامة على الوجه المطلوب، هذا له أجر عظيم. هذا منصب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأم الناس عليه الصلاة والسلام. ولكن الأئمة يختلفون، منهم من هو عالم ومنهم من هو ليس عنده علم، إنما عنده قراءة القرآن والمبادئ فقط. فالعالم يفيض من علمه على المأمومين ويشرح لهم ويعقد لهم دروس ويفيدهم، ينشر علمه. وأما الإمام اللي ما عنده علم فهذا يقرأ على المأمومين، يقرأ على المأمومين في الكتب الموثوقة، يقرأ عليهم في تفسير ابن كثير، في كتاب الترغيب والترهيب، رياض الصالحين، يقرأ عليهم في الكتب المفيدة ويكفي من هذا، لأن هذه فائدة ويؤجر عليها، ولا يدخل في الشرح أو في الفتوى وهو ما عنده بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تأجير البيت لرجل يضع فيه جهاز التلفاز؟ إذا حصل أنك تلقى واحد ما يضع التلفاز هذا أحسن. إذا أنك وجدت واحد ما يضع التلفاز هذا أحسن. أو قلت له تشرط عليه أنه ما يضع التلفاز، البيت بيت، قلت أنك تشترط ما تريد اشترط عليه، أصلك أنك تحرج منه وتخاف اشترط عليه، المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يحق للمسافر أن يجمع ويقصر في الصلاة وهو لم يبتعد كثيرا عن المدينة التي كان فيها؟ هل يحق للمسافر أن يجمع ويقصر في الصلاة وهو لم يبتعد كثيرا عن المدينة التي كان فيها؟ إذا خرج من البلد ولم تجب عليه الصلاة إلا بعد ما خرج، إنه يقصر ويجمع. أما إذا وجبت عليه الصلاة وهو في البلد ما بعد خرج منها، فإنه لا يصليها تامة، يصليها تامة صلاة حضر، لأنها وجبت عليه في الحضر فيؤديها صلاة حضر، لا يقصر. إنما يقصر إذا خرج من البلد ما هو وقت صلاة، وإنما وجبت عليه الصلاة فقط بعد ما خرج، هذا يقصر. نعم. ويجمع إن أراد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان؟ فيه، نعم، في حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فينبغي الذي يشرع أنه يصوم من أول شعبان، يصوم من أول شعبان ولو تجاوز النصف. إذا صام من الأول ولو تجاوز النصف. أما اللي ما يبدأ الصيام إلا بعد منتصف شعبان هذا منهي عنه، أما من بدأه قبل النصف واستمر فلا بأس بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أغلب شعبان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا أكثر من سؤال جاء ويقال فيه أنه ظهر الآن من الناس من يقول بأن المهدي قد ظهر في أرض المشرق وأنه سيأتي برايات سود. والسؤال: ما موقفنا حول هذه الأخبار، وما هي علامات المهدي وصفاته؟ المهدي مبطن، هم يقولون طلع المهدي، وكل طائفة تدعي أن صاحبها هو المهدي. المهدي الذي جاءت فيه الأحاديث، تواترت فيه الأخبار، هذا في آخر الزمان عند قبيل ظهور الدجال. قبيل ظهور الدجال له علامات أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وألف العلماء في بيان صفاته
ألفوا مؤلفات مستقلة وداخلة في أمهات الكتب، فالأمر موضح ولله الحمد. وأما الدعاوى كل يدعي أنه المهدي، وأن خرج بجماعته، خرج بجماعته المهدي، والدعاوى لا تصدق، لا تصدق. ولا ينبغي أننا نتأثر بهذه الأمور، علينا أننا نتثبت في الأمور ونرجع إلى علمائنا، ولا نتأثر بهذه الدعايات أو نصدقها أو تشكل علينا أبدا. في واحد ظهر من سنتين أظن في المشرق يدعي أنه هو المهدي، وكاتب للولاة يقول لا خلاص أنتم معزولين، ولكن اشتغلوا لما يجي البديل عنكم. هذا مخبلين دولة، في رؤوسهم يعني في رؤوسهم تخبيل، يدعون المهدوية أو يريدون التسجيل على الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في القرآن الكريم ورود أسماء الله مرة معرفة بأل ومرة غير معرفة بأل، فهل نعتبر الأسماء غير المعرفة بأل أسماء نكرة؟ وهل يجوز أن يتسمى أحد بعبد غفور دون الألف واللام؟ لا، ما سمي أحد بهذا. إذا قلت عبد غفور صار غفور صفة لعبد، عبد غفور. لا، تقول عبد الغفور، عبد الرحيم، عبد الرحمن، كذا. ما إذا قلت عبد غفور أو عبد رحمن أو، فهذا معناه أنه يصير صفة، عبد رحمن أو عبد غفور أو، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ العلماء ضبطوا هذا وقالوا الأحاديث الضعيفة ما هيب على سواء، منها ضعيف له شواهد تقويه فيرتقي إلى الحسن لغيره، ومنها ضعيف ليس له شواهد فيبقى ضعيفا ولكن ضعفه غير متناهي. يعني الضعيف تقريبا على ثلاثة أقسام: ضعيف له شواهد يرتقي إلى درجة الحسن هذا يؤخذ به، ضعيف ليس له شواهد لكنه ليس شديد الضعف فهذا يستدل به على فضائل الأعمال، لا يؤسس به حكم، لا يبنى عليه تحليل وتحريم، ولكن يستدل به على الترغيب والترهيب فقط. والثالث حديث ضعيف شديد الضعف، هذا لا يعمل به ولا يستدل به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول فيه صاحبه: قال أحدهم إن اصطلاح الفقهاء هذا بلد كفر وهذا بلاد إسلام أنها خارطة نفسية يجب أن تغير، وأن العالم صار له بلدان عظمى تقوده، ما رأي فضيلتكم فيما هذا؟ وأنتم تسمعون الكل ما يقال، اتركوا الأقوال هذه، اتركوا لما تصدر عن أهل العلم معروفين بالعلم، لا تشتغلوا بأقوالهم ولا تشكل عليهم، هذه من الخرافات ومن الكلام الفاضي، والقول على الله بلا علم لا يشكل عليكم مثل هذا الكلام أبدا. معروف أن انقسام البلاد إلى بلاد إسلام وبلاد كفر هذا من قديم الزمان، دار الإسلام ودار الكفار هذه معروفة عند المسلمين وفي كتب الفقه. يجي واحد مخبل أو جاهل في آخر الزمان ويقول امسحوا التقسيم هذا ويشكل عليه، نقول لا، نمسح عقلية كانت ممسوحة أنت بشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شريك مع شخص شركة مضاربة، نعم، منه المال ومني العمل، هذا والسؤال: هل زكاة المال تخرج من الأرباح أو يخرجها هو من رأس المال؟ يزكى المال بربحه، يزكى المال بربحه على الجميع، إذا تم الحول يزكى المال بربحه على الجميع، هذا إن لم يقسم. أما إذا قسم قبل تمام الحول وكل أخذ نصيبه فكل يزكي نصيبه، أما إذا تم عليه الحول وهو لم يقسم فإنه يزكى على الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: متى تشرع صلاة الضحى وكم عدد ركعاتها، وهل هي جهرية أو سرية؟ صلاة الضحى سرية، كل صلوات النهار سرية إلا صلاة الجمعة، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، كسوف الشمس، هذه جهرية. وأما ما عداها من صلوات النهار فإنها سرية. وش يسأل عنه؟ صلاة الضحى إنها سرية أو جهرية؟ صلاة الضحى سرية، من الصلاة السرية، ووقتها من ارتفاع الشمس في درمح إلى قبيل وقت الظهر، إلى أن تقوم الشمس في وسط السماء ينتهي الظل من جهة المغرب، تتوقف إلى أن يبدو الظل من جهة المشرق ويدخل وقت الظهر، فتنتهي عند قيام الشمس في وسط السماء قبيل وقت الظهر. وأما عددها فأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. ورد فيها أحاديث كثيرة في البلوغ وغيره، هذا خلاصتها أنها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما قصة الدابة التي تخرج في آخر الزمان وكيف تكلم الناس؟ هذا من علامات الساعة، خروج الدابة وأنها تكلم الناس وتشمهم، تضع على المؤمن علامة مؤمن وعلى الكافر علامة كافر، هذا في آخر الزمان. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، هذا من علامات الساعة. ونحن لا نتكلم فيها بأكثر مما جاء في القرآن والسنة، ما نتكلم، لأن هذا من علم الغيب، فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها ومن أفعالها. وأما مكان خروجها فلم يثبت فيه دليل، الله أعلم، خرجها الله من حيث شاء. نعم. الله المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو أفضل وقت لقراءة أوراد الصباح وأوراد المساء؟ إذا بدأ الصباح الفجر، طلع الفجر، وكون بعد صلاة الفجر أفضل. وإذا زالت الشمس دخل بدأ المساء، إذا زالت الشمس يجوز أو يشرع أنك تأتي بالأذكار في أول بداية المساء وهو زوال الشمس، أو بعد العصر أو بعد المغرب، كله إن شاء الله طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدتي أهملت طفلها وعمره سنتان، وهي لم تهمله، ولكن قدر الله عز وجل وغرق في بركة ماء حتى مات، فماذا عليها؟ إذا كانت مفرطة تركته عند الماء وهو ما يدري ودبه وقع في الماء فإنها مفرطة، يكون عليها كفارة. أو أنها فتحت الخزان مفتوح ولا حط عليه شيء، فهذا أيضا مفرطة في كونها لم تغطي الخزان سقط فيه الطفل، حتى لو سقط فيه كبير تجب ديته وتجب الكفار، يعني هذا تسبب، هذا من القتل بالتسبب. فإذا كان هناك تفريط من الأم نتج عنه وفاة الطفل فعليها الكفارة، وإذا لم تكن مفرطة فلا شيء عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم أن يقول البائع للمشتري: أبيعك سيارتي بشرط أن تؤجرني دارك لمدة كذا، وهل هذا من بيعتين في بيعة؟ نعم، هذا هو بيعتين في بيعة، عقد في عقد، عقد بيع بعقد إيجار، هذا هو بيعتين من صور، هذا من صور البيعتين في بيعة عند أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يقول: ما هو أفضل وقت للذهاب لصلاة الجمعة؟ هل هو من الساعة السابعة صباحا أو بعد طلوع الشمس؟ وهل كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ما شاء من النوافل قبل خطبة صلاة الجمعة؟ الوقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية
كأنما قرب بقرة من راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. بعد الخامسة ينتهي التقرب، وكل ما بكر الإنسان فهو أفضل. بعض العلماء يقول يبدأ الساعة الأولى تبدأ من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر، فيستحب أنه يذهب إلى صلى الفجر ويأخذ مكانه من مسجد الجامع ويقرأ القرآن ويصلي إلى ما يحضر الإمام، يشتغل بذكر الله عز وجل، وما أحسن هذا. وبعضهم يقول من طلوع الشمس، يبدأ الساعة الأولى من طلوع الشمس، من طلوع الشمس فيذهب إذا طلعت الشمس. وكل ما بكر الإنسان ما في شك أن يذهب بعد صلاة الفجر أفضل، ويشتغل بذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن إلى أن يحضر الإمام. الصحابة منهم من يصلي يشتغل بالصلاة إلى ما يحضر الإمام، من جاء إلى ما يجي الإمام يصلي من صلاة في صلاة في صلاة إلى أن يحضر الإمام. ومنهم من يصلي ويجلس يذكر الله عز وجل ويتلو القرآن. على كل حال، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنا طبيب، لكن المشكلة الآن هذا راح كله إلا ما شاء الله، ما يجون إلا عقب ما بعضهم يجي إلى انتهت الخطبة حضر الصلاة بس، بعضهم ما يجي إلا لما تروح الركعة الأولى يبي يخفله حضر الركعة، يقول ما دام أنه تصح لي جمعة أروح إلى من حضر الركعة الثانية وأضيف إليها أخرى، وكأنه يتخلص من عدو، كأنه يتخلص من عدو أو من سجن. فلا تجدهم يحضرون، ما تجدهم يحضرون. بعضهم يجي إذا سمع الأذان التالي يحضر الخطبة، بعضهم يجي لانقضت الخطبة يقعد في بيته يقول تونا، لما أن تقام الصلاة تفوت عليه الخطبة، حضور الخطبة والفائدة. وبعضهم مثل ما ذكرت لكم حتى الركعة الأولى يقول خلها تروح، أروح بالركعة الثانية وأضيف إليها ثانية وتصير جمعة. هذا خسران مبين، هذا نقص عظيم. المسلم يدور الأجر ويدور الثواب، الإنسان له سيئات كثيرة وله ذنوب، فكيف لا يسعى في خلاص نفسه وخلاص دينه من ذنوبه ومعاصيه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لو عنده أموال الدنيا واشتغل بها عن ذكر الله فإنه خاسر ولا تنفع الأموال، ولو كان ما عنده ولا ريال واشتغل بذكر الله فهو الغني، فهو الغني الكريم التقي عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول أنا طبيب وأعمل في أحد المستشفيات، وفيه من اختلاط ما الله به عليم، ومعظم الأوقات لا أستطيع أن أنكر عليه، وأحيانا تحصل خلوة بيني وبين الممرضة من غير قصد، فماذا توجهون إليه؟ وأرجو أن تدعوا لي أن يكفيني الله شر هذه الفتن، فأنا في أمس الحاجة إلى ذلك. يا أخي ما كلفت الله تبقى في هذا العمل، اطلب العمل في غير هذا المجال، انتقل اطلب وظيفة غير هذا العمل، ولو هي أقل من وظيفتك انتقل من محل الخطر إلى محل السلامة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو فاتت عليك الوظيفة ولا بقي لك وظيفة الأرزاق كثيرة، بع واشتر واشتغل احترف واكتسب، وهذا خير لك منها.